المثل يقول يوم ما حد يباك روح. انت ليش ما روحت؟ اسمع يا الصايع، حق والدي داود بالدفعه كامل مكمل وبيتعالج على حساب هلك. والحين تمشي تقولهم يدفعوا لي دفعه مقدمه من الحساب الطويل اللي عليك؟ هذا انا قلت لك يا ويلك وما نفذت اللي قلت لك عليه، فاهم ولا لا؟ صباح الخير حبيبتي. شوفي يا بتلش الريوق. ما مشتهية. ما يستوي يا بنتي، لازم تاكلي لش لقمة. صدقني يا ما مشتهية. زين برايش، المهم طمنيني كيف تو؟ أحسن؟ الحمد لله أحسن، بس ما برتاح اللي انت أخذ هذيك المقرمة. لازم تأخذ قزاها.
وانا حاسب هالشيء من زمان، من يوم ردوا منصور، بس ما كنت حابة اتدخل، لكن الوضع ما ممكن يستمر كذي يا امه. والله يا ولدي تعبت من كثر ما انشدها عن السبب، بس بلا فايده. زين انا بسير لها وبفهم منها كل شيء. لا يا ولدي لا، ما اليوم، خليها ترتاح من سالفة وفاة خلود. أول يعني هذا آخر كلامش؟ إذا كنت تحبني مثل ما تقول ليش ما تخطبني؟ قلت لش إني بخطبش، بس بعد ما أخلص دراستي. أنا ما أقدر أنتظر، لأن حد طلبني من أبوي وكان بيوافق عليه، بس قلت له ينتظر لين ما أخلص دراستي الصيفية، وهذه هي ما بقالها إلا كم يوم وتخلص. زين خليني أشوف طريقة وبخبرش. أنت حر. ماشي فايدة، ليلى مستقوية بخالها، كل همها رضا، ما عرفوا شو مسوي لها. ليلى ما كانت كذي. علي هذا واقف لي مثل الشوكة في البلعوم في كل شيء. أنا ما فهم حويش أنت سألت له عندي يسوي ويقوله، ويش السالفة؟ ماشي السالفة ولا شيء. أنت اللي خليت نفسك في الوضع وغطنا معاك، وأنت اللي لازم تحل هالموضوع بنفسك، فهم؟ شوية شوية على عمرك يا أبو كيفة، تراهم صغار والصغار يغلطوا ونحن نتحمل نتائج اغلاطهم. ما عليه ابو كيف، انا بسير حليلة وبحاول اردها. يا ريت قدر يا موزة، يا ريت. انا بسير عن شريفة شوية. خير؟ بخلي دلال تكلم قاسم، مشتاقة اسمع صوته. على امك؟ لا لا ماشي ماشي، لا تاخري ان شاء الله. أنا ألقاها من علي ولا ألقاها من قاسم؟ هذا اللي طلع لي فجأة. مساء الخير. أهلا با، أنا بغيت أكلمك في موضوع. أنا ما في بارد حمواضيعك، خلي مواضيعك بعدين، فهمت؟